السلام عليكم، معكم ام نور من قناتي ينسون وكراوية. النهارده وصفتنا سهله جدا وسريعه جدا وكمان اقتصاديه. هنعمل النهارده مع بعض كبده الدجاج او كبده الفراخ مع القلوب بتاعتها. هنعملها بطريقه سهله وسريعه، وهنضيف عليها تكايه كده صغيره هتديها طعم جميل جدا، وكمان هنضيف عليها اضافه في الاخر تحافظ على لونها الجميل الفاتح ده وما تخليهاش تغمق مننا. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم الوصفات الجديده، وكمان تعملوا لايك للفيديو. معانا نص كيلو من كبده الدجاج والقلوب. طبعا احنا عارفين ان الكبده بيكون لازق فيها القلب، يعني بيكونوا جزء واحد. اول حاجه هننضف كبده الدجاج من الاجزاء البيضه الموجوده فيها دي. اول حاجه هنقص القلب بالشكل ده، ونفصل فصين الكبده عن بعضهم بالشكل ده، وكل فص منهم هيتقطع لقطعتين، والقطعتين يكونوا بالطول، ونشيل كل الاجزاء البيضه الموجوده في الكبده، وكمان القلب. بدخل سن المقص في الفتحات الموجوده في القلب بالشكل ده وافتحه عشان اطلع التجمعات الدمويه الموجوده جوه القلب. ممكن اطلعها بايدي، وممكن اخد القلب تحت الميه وافتح الحنفيه عليه. الميه بتنزل، بتخلي التجمعات الدمويه دي تنزل بسهوله. لازم نشيل كل التجمعات الدمويه الموجوده في القلب، ده شيء مهم جدا. بعد كده نحط الكبده والقلوب في مصفه ونشطفهم شطفه خفيفه، ومعانا كمان فلفل رومي او فلفل الوان متقطع وقرن فلفل حراق. الفلفل الحراق ده حسب الرغبه ممكن تستغنوا عنه، وكمان الفلفل الرومي مش لازم مثلا اخضر بس او احمر بس، ممكن فلفل الوان وممكن فلفل رومي اخضر عادي. وكمان معانا 5 فصوص ثوم مفرومين. دلوقتي هنقول على التوابل اللي بتدي الكبده نكهه جميله، ودي تركايه والسر في طعم التوابل دي. معانا نص معلقه سكر، والمعلقه صغيره، ومعلقه صغيره ملح، ونص معلقه صغيره فلفل اسود، ونص معلقه صغيره كمون، ونص معلقه صغيره كزبره ناشفه، وربع معلقه قرفه مطحونه. وهنحتاج كمان بابريكا، بس دي هنعملها لوحديها. في طاسه على نار متوسطه هنحط فيها حوالي معلقتين زيت ومعلقه سمنه، ونسيبهم يسخنوا مع بعض كويس. بعد كده هننزل بالكبده. الكبده تاخد صدمه عشان ما تنزلش ميتها وتحتفظ بيها جوه عشان تكون طريه. لازم الزيت والسمنه يكونوا سخنين عشان اول ما الكبده تنزل تاخد الصدمه دي عشان تحتفظ بميتها جواها. والكبده بتحب النار العاليه، والصدمه كمان بتضيع اي زفاره موجوده في الكبده. في ناس بتسلقها عشان تضيع الزفاره، بس الطريقه دي اضمن واحسن. انا ما سرعتش الفيديو خالص عشان تشوفوا الكبده هتاخد وقت قد ايه، وهي ما بتاخدش وقت خالص. كل شويه هندي الكبده تقليبه خفيفه كده ونفردها في الطاسه عشان تكمل سوا. انا فتحت لكم صوت الفيديو عشان تسمعوا صوت الكبده وانا بحطها على النار، او صوت صدمه الكبده في الزيت والسمنه. دلوقتي هنضيف عليها معلقه صغيره مليانه بابريكا، ونقلبها بالبابريكا تقليبه واحده، والبابريكا بتديها لون احمر جميل. دلوقتي هنضيف عليها الثوم المفروم. زي ما قلتلكوا هما 5 فصوص ثوم مفرومين، هنضيفهم على الكبده ونقلبها تقليبه واحده بس.
يا دوب بس نص دقيقة، يعني نشم ريحة الثوم. هنضيف الفلفل، هنقلب الفلفل تقليبتين مع الكبدة، يا دوب بس ياخد من صوص الكبدة شوية. بعد حوالي دقيقة واحدة بس من إضافة الفلفل، هنضيف التوابل اللي خلطناها مع بعضها، والتوابل دي اللي بتخلي طعم الكبدة رائع، بتديها طعم تاني خالص، وبالذات نص معلقة السكر اللي ضفناها. وما تخافوش من السكر خالص، ما بيخليش الكبدة مسكرة ولا أي حاجة. هنقلبها تقليبة واحدة بعد إضافة التوابل، بعد كده نسيبها 5 دقايق بالظبط على نار متوسطة. بعد ال5 دقايق هنطفي النار ونعصر على الكبدة نص ليمونة. عصير الليمون بيحافظ على لونها فاتح، وكمان بيخلي طعمها حلو قوي. قدموا الكبدة زي ما انتوا عايزين، ممكن في طبق وممكن في سندوتشات في عيش بلدي وعليهم شوية طحينة وكمان جنبهم جرجير. شايفين شكلها حلو ازاي، وكمان لونها جميل جدا ازاي، فعلا طعمها خيال، جميلة 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 جدا. وجبة سهلة وبسيطة ولذيذة وغير مكلفة خالص، وكمان سريعة جدا. تابعوني على قناتي عشان توصلكوا الوصفات الجديدة، وياريت تعملوا لايك للفيديو. وبالهنا والشفا مقدما، والسلام عليكم.